اشتهر اليوم بما يسمى بالذكاء الاصطناعي وتلبيس كلام على شخص لم يقله، وهذه من التقنيات التي تستخدم بالباطل. والأصل في هذه التقنيات الحديثة أن الإنسان يستفيد منها بما هو خير، ولكن في أناس يستفيدون منها بالباطل والعياذ بالله. فلذلك يعني أدعوكم وأدعو نفسي ألا يعني نقبل أي شيء حتى نتثبت منه. والحمد لله يعني العلماء الذين يؤخذ منهم الفتوى وغير ذلك لهم مواقع رسمية، فتؤخذ الفتوى من مواقعهم الرسمية أو من كتبهم أو من تلامذتهم المقربين. أما غير ذلك أي أحد يرسل لك واتساب أو فيديو أو شيء عن أحد المشايخ، كن حذرا كن حذرا. فمن كان توفي من هؤلاء العلماء فلا تأخذ إلا من موقعه الرسمي أو من كتابه أو من طلبته المقربين منه، ومن كان حيا تتصل به أو تذهب إليه، وأيضا من موقعه أو من طلبته الخاصين أو من كتبه. فنكون حذرين حقيقة. يعني أهل الباطل سبحان الله يعني مجتهدون في باطلهم، فعلينا أن نكون حريصين حتى لا نلبس على الناس وحتى لا نتقول على أهل العلم ما لم يقولوه. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق.